بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مرة ثانية مع مقر الحاسب الألي في التعليم، إعداد الدكتور أحمد صالح عبد المجيد، كلية التربية جامعة الملك خالد. والمحاضرة السابعة استخدام الحاسب الألي كوسيلة مساعدة في التعليم. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على أن 1- تعرف الأنماط المختلفة لاستخدام الحاسب الآلي في التعليم. 2- تناقش مزايا وعيوب التعلم الخصوصي. 3- تناقش مزايا وعيوب التدريب والممارسة. استخدام الحاسب الآلي كوسيلة مساعدة في التعليم: Computer Assisted Instruction CAI. يعد استخدام الحاسب وصف وسيلة مساعدة في التعليم، والذي يرمز له بالرمز Computer Assisted Instruction CAI من الأنظمة شائعة الاستخدام في كثير من الدول، وسبب ذلك تعدد أساليب التعليمية، كما أنه مناسب لجميع فئات المتعلمين سواء الموهوبين أو العاديين أو بطيء التعلم أو المعوقين. وتوجد 5 أنماط أو طرق تعليمية أساسية لاستخدام الحاسب الآلي كوسيلة مساعدة في التعليم هي: 1- طريقة التعلم الخصوصي. 2- طريقة التدريب والممارسة، ويطلق عليه في بعض الأحيان التدريب والمران. 3- طريقة المحاكاة. 4- طريقة الألعاب التعليمية. 5- طريقة حل المشكلات. 1- طريقة أو نمط التعلم الخصوصي. في هذا النمط أو الطريقة يقوم البرنامج بعملية التدريس وليس المعلم، أي أن البرنامج يقوم بعرض فكرة أو موضوع كما بالشكل التالي. يقوم البرنامج بعرض فكرة أو درس كما بالشكل التالي: 1- مقدمة عن الدرس، عرض معلومات عن الدرس، أسئلة على الدرس. يقوم الطالب بالإجابة على هذه الأسئلة ثم يحصل على تغذية راجعة. عندما ينتهي الطالب من جميع أسئلة الدرس يقوم بعملية إغلاق للبرنامج. مزايا نمط التعلم الخصوصي: يصلح هذا النمط لتعلم الحقائق والقوانين والنظريات وتطبيقاتها. يعمل هذا النمط على توجيه المتعلم دراسة المعلومات بشكل منظم، كما يوفر هذا النمط تغذية راجعة تساعد على توجيه المتعلم أثناء وبعد الدراسة. يستعين هذا النمط بالرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، مما يساعد على عملية التعلم. عيوب نمط التعلم الخصوصي: يحتاج هذا النمط إلى وقت كبير جدا، يتطلب تنظيم كم كبير من المعرفة بحيث تكون مناسبة لجميع المتعلمين. لا يساعد هذا النمط في تنمية المستويات العليا من التفكير. 2- طريقة التدريب والممارسة: في هذا النمط أو الطريقة يقدم الحاسب عدد من التدريبات أو المسائل حول موضوع معين سبق للطالب دراسته من قبل المعلم، أي أن الدرس تم شرحه مرتين، مرة من قبل المعلم ومرة أخرى من قبل الحاسوب، حيث يقوم الطالب بإدخال الإجابة الصحيحة ويقوم الحاسب بتعزيز الإجابة الصحيحة أو تعزيز الإجابة الخاطئة أو تصحيح الإجابة الخاطئة. وتظهر ذلك في الشكل التالي: مقدمة عن الدرس، سؤال عن الدرس، إجابة، الحكم عن صحة الإجابة، تغذية راجعة، ثم عملية مين؟ إغلاق. يتضح في هذا النمط أن الدرس يتم شرحه مرتين، مرة من قبل المعلم ومرة أخرى من قبل الحاسب، وهذا يختلف عن النمط الأول. النمط الأول يتم شرح الدرس مرة واحدة من قبل الحاسوب، ودور المعلم هو التوجيه والإرشاد. مزايا نمط التدريب والممارسة: 1- يقدم فرصة للمتعلم للتدريب على مهارة معينة. 2- يتعامل مع كل متعلم على حدة للتدريب على مهارة معينة وتقديم الحل الصحيح له في الحال. 3- يقدم التغذية الراجعة في الحال ليتعرف المتعلم على صحة إجابته، مما يعزز التعلم لديه بشكل كبير. 4- تراعي هذه النوعية من البرامج الفروق الفردية بين المتعلمين. عيوب نمط التدريب والممارسة: أكثر هذه البرامج ممل وخالي من الإبداع. تعتمد هذه البرامج على الاختيار من متعدد، لا على استجابة المتعلم التي قام بإعدادها بنفسه أو من سمى، فهي لا تساهم كثيرا في تنمية الإبداع والابتكار. والآن عزيزي الطالب، مع التقويم حاول الإجابة على الأسئلة الآتية:
واحد، اذكر الأنماط المختلفة لاستخدام الحاسب الآلي كوسيلة مساعدة في التعليم. اثنين، ناقش مزايا وعيوب نمط أو طريقة التعلم الخصوصي. ثلاثة، ما هي مزايا وعيوب طريقة أو نمط التدريب والممارسة؟ وشكرا لك.